السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من تختيم Uncharted الجزء الرابع. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول ما تنزل. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، مرحبا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة من تختيم Uncharted، وإن شاء الله هذه بتكون الحلقة الأخيرة، فخلينا نكمل ونشوف نهاية هالحلقة، نهاية هاللعبة قصدي. يلا بسم الله. طبعا شكلها شكل القتال. اوكي، ما اقدر انط. نايس الينا. وصلت قبلش لكن اوه، سفينة خلاصنا. مقبرة لا تذكروني بانشارتد 3 بليز. مقبرة السفن في انشارتد 3 اصعب مرحلة ممكن في العاب انشارتد. نستطيع النزول من هنا. اوكي، يعني قاعدين يدوروا سفينة ايفري المفروض. يا اخي هالجيش دوله يحبوا المتفجرات. اوكي وصلنا. او سام وصلي. صلي اه ده سام. سام مو صلي. انا قادم يا اخي. احتمي بزاد. هيا. او شت 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 شت. انا ما ادري وين الاعداء موجودين، وراي قدامي وعن يميني وعن شمالي. لحظة خلنا. انا بقتل هذول. اه الينا. شوت قناص. نايس هيد شوت. ايوة يا الينا كفو عليش. ولا اطلق باقي. يا بس هو من اللي قاعد يطلع الحين؟ وينك؟ احمر. اوه اعطوني قناص. شت. اوكي تعال هنا تعال هنا. لا اوكي المفروض اخذ سلاحه. لما
زاد حشدهم ازدادت صعوبة إسقاطهم. لا لما زاد حشدهم ازدادت صعوبة إسقاطهم. اوكي خلصنا من هذا. نايس. أحب الجن، أحب الجن. وينك 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 يا حمار؟ حمار. قولنا خلصنا. لا والله في موسيقى الآن. لا والله خلصنا. يلا هنا هربت. هيا سنختصر الطريق لساحة السفينة. يلا يلا يلا. وين من هنا؟ انتبهت له الى اين اختفت فوق. راحت مهارة الجناص عندي. عندنا الشاردن بس. وينك انت؟ نايس. وين رحت يا إلينا؟ نعم. يلا خلينا نكمل. هيا فلنعبر من هنا. طبعا صار جليتش. أنا في التصوير ما انتبهت لي مرة، بس في المونتاج بأشر عليه. إلينا نزل ارتفعت فوق راحت. إلى أين ذهب؟ شت. كان مسدس مرة سيء. God the night too. كله شاتجن. وين راح من هنا سام؟ جاينك جاينك سامي برادر. ليش خايف ان سامي يموت نهاية اللعبة؟ لا يمكنه الحركة. Ah!
جون العافية رجع لي سلاحي هذا أفضل. خلصنا في الأعلى. أنت فرحة للأعين. نعم، لما لا نبتعد عن ذلك الشاطئ؟ أكيد. كيف حن تنزل إلينا؟ ساعدين نفتح الباب. أتوقع قال نزل لنا السلم. همك على ولاعاتك. ما خلصنا. اعطاني وان شو اسمه دايركت هيت. ما عندي قناص. طبعا نايس. أو شت. يمين. وين؟ على أي يمين؟ على يساري. Give me this. Ha! ايوه ما مات. شت 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 شت. سام سام. سلامة للجيش كامل.
اهرب 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 اهرب. اوكي يبقى انفصل. روحي روحي معلش مني. ميت. طحنا في البحر. جو 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 جو. داخل سفينة احنا. اوه السفينة تغرق سفينة تغرق سفينة تغرق. غرقني وياها. انزل دقيقة انزل. ايوه سام الينا. طلعنا بس مجاة ثانية. او شوت. لا ما بخلص لا ما بخلص. كانت وصلت يا إلهي. وما خلصنا. إيه والله كم شاحنة. المفروض القنبلة دمرتها بس تعرف جيم بلاي عشان الجيم بلاي يبغوني ادمرها بار بي جي. قلت انا خلصنا والله قلت انا قلت خلصنا. اهرب اهرب. وين اروح؟ ناويين يقتلوني. اوكي هروب يا نيثن هروب هروب هروب. فكر يا نيت. متأكد متأكد. توقف يا بالناس. بس ما لا ما اوكي ساتحرك تحرك تحرك. استمر. جو 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 جو. روح روح. تبت سالي. كيف حالك يا سالي؟ شكرا بس ما خلصنا. كل ظروف العدل والحرية يا أحمر. بعد بدا ذلك أفضل في عقلي. حسنت يا فتى. شكرا يا صلي. شكرا يا صلي. تعال سوف أخرجك من هنا. من فضلك. من فضلك. ساعدتك في الوقت المناسب. حسنا مللت وانا اضركما. يجب ان ما اسمع صوت التوك توك 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 توك. هي حصلونا. ها سام. وين سام؟ انت بخير؟ نعم. وين سام؟ جرى واعتقدنا. نعم هو السبب. انقذ حياته. امر طبيعي. كيف حالك؟
جيد، واجهت بعض المشاكل ولكن أنقذني. أوه انصاب. هاي أهلا. ممكن إصابتها يوم انقذني ذيك المرة. السبب؟ أوه رصاصة أصابتني. نعم. وأنت؟ المنحدر. خذي شواجهي. كيف هربت من ريف؟ قاد طاقمه إلى أحد فخاخ إيفري. غبي. ذكي. العكس لك بقوله أو اللي قلته. بشأن موضوع الكازار، لكن سنتحدث فيما بعد. خلنا نطلع من هالحوسة نتفاهم بعدين، مو وقته. جانب البلدة الآخر. حسنا. بعيد. سبب الضوضاء جذب انتباه. أعرف. ووووو. يبغى الكنز الحمار. ماذا سنفعل؟ نبغى ننحاش. سنغادر هذه الجزيرة. صحيح، سنفعل ذلك، أو سنتوجه لذلك الاتجاه، وهو طريق مختصر. كذاب، يبغى الكنز الحين، يبغى الكنز. لكنز إيفري. ها. يجب على ريف الالتفاف وقطع المسافة، لكن. ريف. هاي، مع كامل الاحترام يا فيكتور، ربما. أنت لا تعرف متى تتوقف. أتينا لنفس السبب، صحيح؟ ها؟ لم نأتي من أجل الكنز، بل أتينا من أجلك. أقدر لكم ذلك حقا. حالنا جيد. ونحن نسبقهم حاليا. بس ممكن نموت. نيثان اسمع، انظر حولك. لقد خرق إيفري كل شيء على الجزيرة. ولماذا؟ لأنه كان عازما على الحفاظ على كنزه. بالضبط. مهما تكبد الآخرون من حوله. لأنه لا يريد أي أحد يتبعه، لأنه كان سيرحل. يبغى الكنز لنفسه. حسناً، وجدت خريطته للجزيرة. حسناً. مفروض انتهي اللعبة هنا. بس سام. كنزنا هناك. عرفت ان من شكل الجبل من بداية ما جينا الى الجزيرة ان الكنز هناك. ماذا لو كان غادر الجزيرة بالفعل وغرقت سفينته في مكان ما في وسط المحيط؟ سنكتشف مكان غرقها اذا. ما يستسلم هذا. منذ متى ونحن نبحث؟ ها؟ أنت وأنا. لا إهانة لهما. لا يفهمان. بل يفهمان يا سام. يفهمان حقا. حسنا. حقا لقد شاهد هذا النوع من الهوس. لم نعد هذين الطفلين. نيثن خلاص يبغى يرتاح، يبغى يتقاعد. ليس علينا إثبات شيء. تقدر أنت تروح تجيبه صراحة، نحن نرجع. مسؤوليتك، أنقذناك. أين الطائرة؟ من هذا الاتجاه. ما أتوقع أقتنع، بس شوف إيش بيصير. يقول لي good for you، كفو عليك، اقتنعت اخيرا. ليس كثيرا عبر هذا الميناء. عبر هذا الميناء. ماذا لو عاد شولاين كمينا عند الطائرة؟ لم يفعل. وما سبب ثقته؟ لانهم متجهون الى الجبل. وين الجبل؟ دقيقة ما اشوف وين الجبل. الجبل ورانا على طول. هذه طيارة. أحسها تارك تتمدد. ممكن يدمروا طيارته. أعتقد أن علينا البحث عن طريق الآخر. أوكي، يعني يبغون نوصل للطيارة. الحين ما مقتنع أن نيثن بش اسمه وما بيروح ورا الكنز، لأن أخوه الكبير مفروض يكون العاقل، مو تارك إنه يحن عليه. المرة المليون أقول شوفوا جمال هاللعبة دي. 10/10. لكن المكان أعلى من العودة إليه. نعم، ربما هناك شيء نضعه أسلحة. وين يبغون؟ أوكي، أشوف أنا وش يبغون نسوي.
مساعدة. حسنا. ممكن مساعدة لو سمحت بدل ما توقف تطلع بس. تحرك. أتحتاج مساعدة؟ لا شكرا سندفعها. نايس صالي قال ما احتاج السلم. هذا طبعا هذا الحين اللي صاير هذا الهدوء قبل العاصفة اللي هي نهاية اللعبة. هل يرى احد مخرجا؟ انتظر يا صالي قاعدين نفتش. أروح المخرج من هنا. يا رفاق من هنا. انظروا لهذا. إنه قطار هوائي تقريبا. تعتقدينه يعمل؟ لا توجد أدوات تحكم لكن سأسحب المنصة بحبلي. حسنا. عشان نعبر للطريق الثاني. كيف كده؟ بطيح تحت. حسنا فيكتور أتساعدني؟ أكيد. هيا يا نيثان هيا سنثبتها وأعبر أنت. كده أوصل. نجحت. نجحت. اركبوا وسأسحبكم. يلا بسم الله. حسنا جاهزون. هذه أعمال هندسية مبهرة. نايس. أنتم بخير؟ سام هذا أشبه بقطار الملاهي. اسعد يا نيت. حسنا يا نيت تسلق وسأمسكك. أوب شكرا يا أخي. حظ الإخوان حظ دريكس. هيا اقفز بسرعة. سام انفصلنا. سام اللعنة. هيا يا سام اقفز وسأمسك بك. هيا يمديك. بيروح للكنز قايل انا. لا لا تفكر في الامر اتسمعني. انا اسف لاني ورطتكم كلكم. لا اهمية لذلك الان اقفز. سأكمل هذا الامر لنهاية. سام هي انت فعلت هذا خلفك. اسمعني. انا اسف سام. سام يا راسه يابس. قبل تحديك سيقتل نفسه. هيا من الحاجه الحين. بالطبع محقه. هيا بنا. اي والله صاير الاخ الاصغر اعقل من الكبير. سنتوجه قبله. سأنقذه ثم سألكمه. حسنا. نعم أعطي بوكس عدل يصحيح من نومه. بعد كل شيء ألم يكن هذا كافيا؟ لنعثر عليه. إفهاري طبعا. هيا صلي إلينا. هيا كمان يلا هرون عضلاتكم. ادفعوا العربية. حسب تنزل. لحظة بريك. نجح. حسنا أرأيت. اوكي نايثان انت بتركب لحالك. نايت اذهب. لا سأفعله. هيا هيا. فصلنا الآن قايل هذا اللي بيصير. كيف يفترض أن نصعد إلى هناك؟
نحتاج وقت. روحوا للطيارة انتم جهزوا. لا لست وحدك. سأعود سريعا. حسنا اسمع، لن يغادر دون قتال. سأقاتله إن اضطررت، لكني سأعيده في الحالتين. قرب الطائرة بأقرب ما يمكن من الجبل واستعد للهروب السريع. نعم. يوجد هروب آخر؟ هذا ليس عادلا. تنظيف الأطباق؟ نتناوب. إياك حتى والتفكير في عدم العودة. راجع راجع رايح بقوة. هذه نهاية قصته، نهاية ألعاب أنشارتد كاوبوي. أوكي يلا وقت إنقاذ سام. شابتر 21 Brothers Keeper، محافظ على الأخوان. تلقى باقي لنا شابترين بعد هذا، أو بشابتر واحد بعد هذا. الآن نحتاج تسلق الجبل. حسنا يا سام، هذا هو الجبل. ما هذا؟ آثار هذا سام؟ هذا سام؟ سام؟ ممكن أنك تنزل صوتك يا. واثق أنه بعيد من الآن. سأذهب إلى الجبل المخيف وأنقذ سام ونهرب. آه. ونصر من الأمر غدا. الخطة ما بتكون سلسة زي ما جت في بالك يا نايثن، تكون معقدة أكثر. هذا آثار زيادة. عدنا للمسار ثانية. الآثار تنتهي هنا. هيا أي طريق نتبع؟ يا أرجع. هذا اتبع. اتبع هذا المسار. أوكي. أوكي. لا نعود صوت طرزان مرة ثانية. أثار أقدام، لم تسقط لموتك. الحمد لله. تعب نفسك تنالي على الفاضي على الماضي. ما بتقتل إلا الريش. أوكي. يا إلهي. إذا ما قتلت أنت بيقتل السقوط عن الجب. أوه فكرتني طحت. إيش هذا؟ ما هذا؟ خيم. كي قوصان ميت. احنا تقريبا وصلنا الجبل. حفيد بيرنز. حفيد بيرنز. اوكي. لم تنجح. عند النهاية تقريبا فقدت السيطرة. اوكي اثار زيادة. قربنا نوصل لسام. طبعا بيقبض علي الريف مرة تانية. طبعا قدانة كالعادة. اوه ايش هالاصوات هذه. طبعا انا عرفت انه بينكسر معروف خلاص.
ألعاب انشارتد السقوط والتسلق والسقوط والتسلق آثار زيادة. بس دخلنا داخل الجبل الحين يعتبر ها سام بنكسر هذا طبعا بنكسر اوه بس المعنى طفنا والله الاحبال اكثر شيء مفيد يمكن صار عند نيثن ان لم يقتل كريف ونادين يا سام قد افعلها بلا هذرة زيادة ما بتقتل ما تقتل شيء يعني هو تعبير يعني ما بقتله حقيقيا اين انا اني داخل الجبل هيا يا هذا اصعب مما يبدو ونروح اوكي ما يبغون ينزل تحت هذا اللي نروحه هذا اصعب مما يبدو الاحبال الاحبال سانجح ليش ما طلع لي اي اوكي سوري نتأرجع زيادة سانجح انت متخيلين القوة اللي عند دريك على عشان يتسلق كل هالمدة تحتاج قوة مو طبيعية عشان تقدر تتسلق اوكي بغينا ننزل اوه سفينة ايرفري اوكي تحتاج 10 سنين ما تتسلق يا دريك بعد كل هالتسلق ده انا حسيت بتعب وانا قاعد محلي كان ذلك وشيكا اوكي السفينة مرة تحت ناخذ وقت عشان ما ننزل أظن أن هذا طريقي يا إلهي هيا شكت وصلنا تحت بس وين احنا يا سام اشك وجد طريقا جاكا نايثن مشكلته مع الماء ما يحب فيه يتبلل اوكي الحين وين نروح اوه شكلنا نبغانا نغوص اي والله يبغانا نغوص وبعدها اوه وين وصلنا؟ هل هذه السفينة؟ هل انتهينا هنا؟ هذا الأخير يا سيدتي جيد
إن أسرعنا فسنلحق بالآخرين. هذا كنزة؟ حصلوا كنزة؟ هذا من هذا الرويف؟ سام سرق قاربنا للتو. متأكد سفينة في هيا. أترك. انتهينا. انتهينا. مات أغلب رجالي يا ريف، وأغلب من نجوا رحلوا. ما عدنا شي خلاص. النهاية في الداخل حرفيا. ذلك القرصان المجنون وضع فخاخا في الكهف كله. لن أطأ سفينته. ماتوا من الفخاخ. رجعتي ورحلتي الآن، فإن خسارتك لرجالك وكل ما فعلناه روح الفاضي. لدينا ذهب قيمته ملايين، أعتقد أنه ونجاتنا يكفيان. لن تكمل حالك. ايش قصدك؟ نحن على حافة صناعة التاريخ هنا، وأنت مستعدة للرحيل بمكسب ضئيل. جزء صغير مما سيحصل عليه سام. إن خرج من تلك السفينة حيا فليأخذه، وسأعترف باستحقاقه، وأنت لا تستحقه. يا الضعيفة تخليه يصفعش كده. يمكننا الوقوف هنا. كف خنايثن وهذا يصفعش. أوكي سننهي الأمر بالفعل. نايس. آسف سيدتي. ما يشتغل وياش، يبغى الفلوس هذا الجندي، يبغى الكنز، بس ما يدري انه ما بيعطيه ولا ريال. مشكلة المرتزقة يا نادين ان ولاءهم تشتريهم بالفلوس، يباع ويشترى ولا يكتسب. والان هيا، اما ان ننهي هذا الامر معا او لحالي، او يمكننا انهاؤه هنا. هل نذهب ونصنع التاريخ؟ طلعتي ضعيفة؟ أنت يا فتاة. أنت جيرل. اللي هدسك عليها؟ تفضلي. أو ورا البوكس يا الضعيف ده. ناثن هنا ها تحتهم ها. المفروض يتشبك بالطراد عشان يوصلوه بسرعة. بس تعرف بخلوا مشوار علينا. يب اسمع كل شيء. كيف نطلع الحين احنا؟ طم كده طلعنا. لا والله ما طلعنا بعدنا. شدي طلعنا. ما تخبئه لنا يا كابتن. اوه الشابتر الاخير A Thieves End، العنوان اللعبة خلاص. هذه اخر مغامرة لنايثن دريك، ومغامرة كانت ممتعة لأبعد الشسمه الحدود صراحة. لما نروح سباحة ها. اوف فجروا السفينة. سام جندي. سام من هو الغبي اللي قاعد يفجرها؟ اوف شوف الكنز او الكنوز، بس كيف تاخده؟ هولي شيت تعيش كملك، وانا اقول ملك بمعنى الكلمة. ما تحتاج تسوي شيء طول حياتك. بس كنزة شيء ثاني متأكد، مو الذهب. سام وينك؟ سام
ريف يا حمار يا غبي. اي نيت. اي نيت. انه هناك. اوه برادر. سام. اهدأ انه حي. كنا سنموت بسبب هذا الاحمق. لكنه اللي فجر المقام. لا. لن تفعل. على كيفك. في الكنزة يا ريف. لكن دعني انقذ شقيقي. بعد كل ما فعله. أرونك ما يهمني. ما بتسوي شيء. بنقذ أخوي. سنموت إن بقينا هنا لمدة أطول. هذا ما تريده؟ لم أقل هذا. ما رأيك يا نادين؟ خوني. سعيد لرؤيتك حيا. لا تقولي غبي. أحسها بتخونه. أعطيه من سلاح. بتخونه. أعطيه لي. أيمكنك الثقة به؟ ليس هذا شأنك. غبية والله مش غبية. لماذا تحاول التحريم؟ نيت؟ أنا ونادين شريكان ولا أخون شركائي. يس تخونهم. أنت وأخوك من البداية استغللتما كرمي، حاولتما التخلص مني وحان الوقت لتتعلم. كفو. عرفت أنه بسوي فيها بسوي فيه كده. والآن أعطني سلاحك. نادين تبغى تموت؟ أكرر طلبي ثانية. فكر الصفعة اللي صفعت هياها راحت. نو no, عزيزي أنت تتصرفين بغباء. خلكم كلكم هنا. أنت نادين كفي عن البث. يا إلهي قلت انظر. حسنا بعض الهياكل العظمية. ماذا إذا؟ لا أعرف عن التاريخ مثل ما تعرفان، لكن لدي فكرة عن من يكون هذين. أنيرينا إذن. إيفري وتوماس قتل بعضهما. هنيئا لهم. ما المغزى؟ تبغانا نقتل بعض. أي مهووس بهذا الكنز يحصل على ما يستحقه. أستطرقيننا هنا حتى الموت؟ سأرحل فحسب، ولا يهمني إن نجوتم أم لا. نادين انتظر. الوداع يا ريت. نادين أو شيت. هذا الباب حالا. قالت لك خلنا نروح. ساعدني وسنخرج من هنا. لا لا لن يفلح ذلك. ساعدني في إنقاذ سام وسأفتح الباب. لن أتمتع بأي من هذه العملات ولا واحدة. وأنا أعرف أنك وشقيفك ما زلتما على قيد الحياة. اكرهنا كره. حسنا اهدأ. يمكنك الثرثرة عندما نخرج من نيت هنا. نيت اغلق فمك. اوكي حقا يا ريف هذا جنوني حتى لك. أتريد سماع شيء؟ نيثن دريك تسابق مع رجل مجنون وجيشه إلى عتبة شمبالا. يا إلهي نيثن دريك عثر على مدينة مفقودة في صحراء الربع حصلتهم صحيح. ليش غيران مني؟ الصيد مثلث. احذر السلاح. الدولار الدولار هذا الجزء الاول. نيثن دريك اسطوره. اتعرف لقد اطلقت النار على من قالها. اوكي احتاج السيف. أنت لا تحبني كثيرا لكنك أتعرف برغم كل ما خمس سايف عظمتك يا نيت فإن أنا شيء وحدا أستطيع أن كفو. حطه في مكانه. نيثن لا يغلبك هذا. لا يغلبك هذا. لا يقدر يغلبك. ولن أدع للصين بلا قيمة وعجوزا نصابا بلا قيمة فاشلة. حصلنا أكثر من كنز ولا حصلت ولا كنز. بوم. يلا ليتس جو. هؤلاء الأغبياء كثيرا جدا وسأحرص على أن ينضموا إليك. كفو يلا ليتس جو. استعد يا أحمق. هذه هي الروح. أتعرف Yeah.
كفو. او شت راح يقتلني. نو خاص يقتلني. سام قوم يا سام. نايس. هالمرة طعنا يا نايت عشان نخلص. وجن حبيب جن. قتلني. اوكي يبغى لي اسوي داج هنا. اوكي يبغى لي اسوي داج هنا. يبغوني اسوي داج. يلا نايثن اقتله وفكنا منه. إن كنت تريد الاختراق مع سفينتي أنت حر. بيخوننا صدقني. ده قالك لا بيخوننا. كذاب خاين منافق. تعرف يا نايت خلف تبجحك الكبير هذا فأنت مجرد ولد حزين يملأه وهم. وهم العظم. وبالمناسبة أنت فشل. كم قاعد توصف نفسك؟ الوداع. نايثن. أنت لا تعرف متى تستسلم. لا خلاص. كسر سيفي. فوق طيح اللي فوقه. تريد الكنز يا ريف؟ اطيح خذه بالعافية. هذا مستحيل انه يكون حي. طاح علي وزن مو طبيعي من الذهب. سام يلا نايثن انقذ سام وهرب. خلو خرجك من هنا.
أحاول. ثقيل. حاول. لا فائدة. حاول تاني. لا فائدة. هيا. نيتن. اللعنة. اسمعني. اسمعني. ما كيف أخليك؟ أنا جيت عشانك. هو العثور على هذا الكنز. سابلة. نجحنا. نجحنا يا أخي. لا بأس. ده لك كلام فاضي. سنجد وسيلة. فلترحل. لابد وأن هناك. كيف يرحل؟ لا وسيلة. هيا يا نيتن. يجب أن أطمئن لنجاتي. نو 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 نو. نيتن المكان كله على وشك الانفجار. وجدتها. وجدتها. ايوه انفجار. ثق بي. نعم. اخفض راسك. نايس. ومان خلي مكان. نايس. اوكي احنا نقدر نرفع الخشبه. هيا. نايس. انت مجنون حقا. المجنون يعرف ابدا. هو هذا هو الكنز اللي كان يقاتل عليه الكلب بداية اللعبة. مع السلامة. البحر تحت البحر. الكيف بيتسكر علينا؟ نجونا طبعا نجونا. تأكد يا نيت. نيت. هيا. نيت. 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 أنت بخير؟ نعم. هيا. هاي سولي وصلت إليهما. أين أنتم؟ نحن هنا. كمان جيت اس خل طلعنا من هالمكان خلاص. نهاية القصة الجميلة. نهاية لوس. 10/10 اللعبة. 10/10. استمتعت بكل لحظة. خلاص رجعنا للحياة طبيعية. لديك كل شيء؟ نعم أظن. يمكنك بيع ما تركته خلفي. ألا تريد التوصيل؟ بعد الأيام الماضية أفضل طائرة بها خدمة المشروبات والمقاعد المنبسطة. أيضا المنبسطة هي لدينا ما نناقشه. نعم هذا صحيح. لا مزيد من المكالمات في وقت متأخر لتقول مرة أخيرة. وعد. شكرا صديق. انتبه لنفسك. ابقى على اتصال. المرة القادمة الشراب علي. نهاية القصة شوي حزين. يهرب على أي حال ويترك مفاجآت صغيرة أرنبية على فراش المهل. ماذا تقول لها؟ عن مرحلتك السحرية الصغيرة. كم أكرهك. ما كان اسم شهرتك؟ هيا أخبرها. نيت العظيم. ليس مضحكا بل معقول. مبرراته كانت كنت بارعا جدا. اسمع يا سام، مقابلتك كانت تجربة مثيرة. بمصافحة؟ و عانقيني يا أختي. اعتني بهذا الأحمق، اتفقنا؟ سأفعل. سوف ألحق بك. نعم. خلاص بيفترق نيثان وسام. كان الله في عونها، يبدو أنها تحبك. أعرف هذا. ما زال العرض قائما. أقدر ذلك لكن سأرفض. إن كنت تشعر بأنك تفرض نفسك الأمر ليس كذلك. ليس كذلك. ربما القليل من ذلك لكن
اعتقدت أنه بعد عثورنا على كنز إيفري سأكون سامس راضياً؟ ولكن الآن ينتابني شعور غريب. فراغ. بالفراغ. نعم. برغم ما ستحتوي عليه المغامرة التالية من إثارة، سيظل لديك نفس الشعور. أحياناً يكون عليك نجرب نيثان أكثر من مرة، ستحتفظ به وما ستتخلى عنه. حسناً، أعتقد أنني لم أصل لتلك المرحلة. كما أنك تعرف بعض المدن الأثرية، ولن أسمح بهذا. لم أزر بعضها. شكراً لك. هذه وصل التاكسي. نعم. سام، أنجزنا. بالتأكيد يا أخي، تعال. نهاية سعيدة. لا تفعل أي شيء ما كنت لأفعله. ارحل عن هنا، ابتعد. معك ثقاب؟ نعم. إذن فيكتور، ما التالي لك؟ قبل أن أتورط في هذا، كنت أعمل على صفقة من نوع ما. أوه، فيها بيزنس. شكله بيتعاون وياه. خطرة؟ مع هؤلاء الناس، نعم، إنها هناك. من المصادفة أنني أعرف شخصا خرج من السجن مؤخرا، قد يكون مثاليا لهذا. لا أعرف، هل هو جدير بالثقة؟ تقريبا. بس كان بدال نيثان. كوندو سيو مريدو فولتر باراكازا. ما معنى ذلك؟ متى سيأتي زوجك؟ جيد، هيا. ألديك من هذا السيجار؟ لا تبالغ في الأمر. رجعنا للشغل الطبيعي والحياة الطبيعية العادية المملة، بس الشسمه الاعتيادية والآمنة. صباح الخير. إنه صباح كله خير فعلا. سأسألك، ما الأمر؟ حصلت على عقد كبير؟ بل شيء أفضل، أنا على وشك بيع جيمسون مارين. بيع الشركة؟ بلا مزاح. نعم. واو، هذا أعتقد أن التهنئة واجبة إذن. ها؟ ليس بعد، لكني واثق أن البيع سيتم. فوضوا كثيرا، لكننا وصلنا إلى اتفاق يرضي الطرفين. هذا العظيم. هل ستبقى هنا؟ لا 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 لا، أعتقد أنني أفضل الاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والذهاب للصيد. هنيئا لك. من هو لشراء؟ ليش تتوقع؟ من الأحمق الذي سيشتريه؟ أنت. ماذا؟ حقا، بجدية. نعم بجدية. سام؟ جيمسون، انتظر انتظر يا رجل. من اللي شرعه؟ هاي إلينا مفاجأة. صباح الخير. ماذا تفعلين هنا؟ فكرت في إلقاء نظرة أخيرة. المفاتيح مع زوجك. حسنا. عظيم. هذا حقيقي؟ نيت، لعلمك ستقوم باستثمار حكيم. افعل الصواب هنا، اطلبيني. حسنا. والله مفاجأة جميلة. أهلا. هل ستشترين جيمسون مارين؟ شرته. نحن سنشتري جيمسون مارين. حسنا، كيف؟ لماذا؟ سمعت عن عملية استخراج سفينة قبل ساحل ماليزيا وفكرت أنها مهمة. لا لا عزيزتي، اسمعي، لقد نجونا بصعوبة من ليبريا. هذه بداية القصة مع سام ونيثان. تعرفين إلى أين يؤدي ذلك؟ من قال إنها غير شرعية؟ انظر، وصلت هذا الصباح. سالة؟ عقد شيء؟ هذه قانونية؟ نعم،
يشتغلوا بشكل قانوني يعني. بعض المعارف القدامى أجروا اتصالته مع مكتب التصريح الماليزي. كان رائعا، لم أضطر حتى إلى الرشوة. هذا جيد لأنني لا أعرف كيف سنتحمل تكلفة القيام بهذا. خذ افرد يدك. شندها افرد يدك. هيا. أوه لبا. نعم. أين وجدت هذا؟ كانت في جيبي سترتي مع قطعة أخرى. من وين ليها الكنز؟ خلت كنز سام. أوه من سام. نعم. سنضطر إلى أنفاق أغلبها كتكاليف مغامرتنا مع ثمن معدات الكاميرا. روح ياك مغامرة مع بعض. معدات الكاميرا؟ نعم، طالما سنسحب الحمولة من الأعماق فربما يمكننا استئجار طاقم صغير ونصور العملية كلها. وماذا عن قولك فلنعش حياة طبيعية؟ أعتقد أننا أثناء محاولتنا عيش حياة طبيعية ربما ابتعدنا. اسمع، وأنا على الجزيرة اشتقت للمغامرة. اشتقت لنا، والآن لدينا فرصة لنقوم بما نحبه. لكن من الآن سنعمل على أساس قانوني صارم، اتفقنا؟ وأنا سأقوم بكل التصوير باستخدام كاميرتي باهظة الثمن. واو، لقد فكرت في هذا بتمعن. تقريبا. لكن اسمع، قل إنك ترفض وسألغي الأمر. ماذا؟ لا 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 لا، لن أكون الشخص الذي يفسد تقاعد جيمسون المبكر. سيكون هذا قاسيا. صحيح. سيكون صعبا. الأمور الجديرة صعبة. إذن ما رأيك نيثان دريك؟ بالتأكيد، طالما لن أجري معاملات ورقية. لن أستطيع إجراءها. سأنشغل تماما بالكاميرا وسأنشغل بعمليات الغطس. حسنا حسنا، سنتناوب العمل. نعم، أو ألعبك على هذا. حقا؟ اسمعي، أنا كنت أتدرب، تحسنت. لا، ازداد التفاهم بين يدي وعيني. حقا. لا يمكن أن أفعل ذلك. تخافين منافسة؟ لست خائفة. فلتعترفي إذن، ما درجة خوفك؟ حوالي 3. ارفعي ذلك إلى 11 لأنني سأهزمك. أو حقا؟ نعم. يا إلهي، هذا حسنا. لا بأس، اتفقنا. أو فكرت خلصنا من هاللعبة بالش اسمه، نلعب شوية كراش. يلا مو مشكلة، من هاللعبة بكراش. وعلى ذكر كراش، إن شاء الله ببدأ أنزل ثلاثية كراش في القناة. أنزل شيء بدون قصة بس لعب، شيء ممتع استمتع فيه وأنتم تستمتعوا وياي إن شاء الله بإذن الله. من هو اللي قاعد يلعب؟ نيثان؟ لا يكون هذا ولدهم أو بنتهم. بعد ما مضى الوقت صار عندهم ولد أو بنت. Matt.
الأسهم صايرين مزعجين للعب، يتعبوا ليالي، تعبت أنا. خلينا نلعب كراش كده. إلا نزلته سويت نفس الغلط. فهل مرة تستعجل؟ بسم الله بسم الله بسم الله. بوم. بس من هون اللي قاعد يلعب؟ ما جبت أفضل علامة. اوكي كلب. صار عندهم بنت. اوكي واه كبيره، صار لهم سنين، 10 سنين. من كذا انا ما اتوقع عودة انشارتد. لعبة انشارتد خلاص قصصيا انتهت، الا الى بدوا ببنت نايثن. ما خلصنا اللعبة الآن. النهاية أبلوغ. أبي أي أحد؟ يوهو يوهو. أمي أمي ردي علي، مودي ردي علي. شارة؟ We're sitting in a tiny cafe. هذي سام. مفروض تقولي عمي. وش اللي سام؟ هذي الحياة في أمريكا. عمها تقول أن سام. قولي عمي. نعم. نحن نعم. من باب الألعاب ببنت صراحة. أبغى نايثن، نايثن وبس. ألعاب انشارتد ما تلعب إلا بنايثن. بس اللعبة الجاية اللي بتكون بعد هذه تلعب بغير نايثن. أطلع برا. هاي ما شاء الله عايشين على البحر. واو مود، طلع بيتهم على البحر على طول. تخيل تعيش على البحر كذا على طول. قادمة يا تاج محل، بضعة أسابيع أخرى فقط. إنها قادمة يا تاج محل. يوم مثالي، لا ينقصنا سوى باقي العائلة. وين عايشين؟ في هاواي؟ ايش الكبرى احلى الطراد؟ اي احد؟ لا شيء. حسنا، معدات صيد. الطعام موجود. ماما مسح عليك ولي. ايش هذا؟ بيت ثاني صغير؟ أو مبنى؟ وليس هنا أيضا. حسنا، إيه؟ سوف أنتظر هنا. هذا ممكن مكان حق شغل مضحك. مفاتيح إيش هذا؟ ترك مفاتيحة. أبوها؟ ترك مفاتيحة. يعني موجود هنا. هذا غير ممكن. هذا غير ممكن. أوه. ليش؟ وش موجود هنا؟ مغامرات ممكن. أوه. كنت أعرف هذا.
ما هذا؟ هذه واحدة من أعظم مغامرات أبوش. عملة إسبانية قديمة، لكن من أين؟ أوه، وصلت دريك. سير فرانسيس دريك. مخيف قليلا ولكن رائع. ليش غيرت مكانه؟ مذكرة إما. مرحبا. واو يا إلهي. ما بقرأش صراحة. عملية كونزوي؟ مهلا، هل كنت تبحث عن كنزي إيفري؟ حصلناه، مو بس نبحث، حصلناه. هل صورته مع سام صح؟ مستحيل. أهذا أبي؟ ذكريات. سيك بارفيس ماجنا. العظمة من بدايات صغيرة. العظمة من بدايات صغيرة. Found this on my old camera. Thought you'd like to have it. Oh, أب فضايح. تبن. تبن. ها أنت. أهلا. نبحث عنك. كبرت يا نيثان. كبرت. أبحث عنكما. هيا حملنا القارب جاهز. رائع، سألحق بكما بعد قليل. لماذا؟ أريد أن ما الأمر يا كاسي؟ حسنا، لا تغضب. أوبس. قلت لا تغضب. المفاتيح. كل من ممنوع مرغوب على قولتهم. أكيد مانعنها أن توصل له. عرفت كل شيء. لا شيء حقا. فقط هذه الصورة لكما مع سولي، مع كنز يبدو إسبانيا وبندقية. كان لابد أن يحدث هذا، ربما علينا أن نخبرها. ليست جاهزة لهذا. تعني ذلك الهراء الجنونية في الداخل؟ ألفاظ. أجل الألفاظ. أسفة. ثبت بالإنجليزي بس ما. هياكل عظمية في الخزانة، أو على الأقل جمجمة فضية من نوع ما. لا، أنا لست جاهزا لهذا. حقا. نيت، وقت المحادثة. نعم، لقد حان الوقت. أحس لو أنه القص اللعبة مع نهايتهم دون ما يقول لنا عندهم بنت. سنها أكبر منكما. بس يلا. الأمر مختلف وتعرفينه. اسمع، إن كنتما متورطين في شيء ما فلا بأس تماما، لكن أنا كبيرة لأعرف، صحيح؟ إنها كبيرة. كم عمرك؟ هاها مضحك. أمي؟ حسناً حسناً، فلنرى. بدأ الأمر لي باتصال. بتعلمها قصتها. سبق صحفي لاكتشاف تاريخي هائل. لقد بدا محتالاً حقيقياً. محتال وسيم. لا، لم أكن قابلت. كانت تعرف. كانت تعرف. وقال هذا المحتال: إن مولت الرحلة فسأعطيك تابوت سير فرانسيس دريك. وبالمناسبة لقد نفذت الاتفاق. نعم، أوصلتنا إلى أيدي قراصنة الإندونيسيين. تعرفين أنني لم تكن لي صلة. حسنا، مهلا. اسمع، تقولين إن قراصنة ها
هاجمكما بعدما عثرتما على تابوت سير فرانسيس دريك. سير فرانسيس دريك. نعم هراء ألفاظك أكاذيب. أفضل. حسنا استمر. ما صدقتينا. أتعرفين؟ أشرقت الشمس، القارب جاهز والريح مناسبة. تريدين سماع القصة؟ لنكملها على القارب. هيا. انتظر، كيف بدا فرانسيس دريك مقزز؟ لم يكن هناك، بل مذكراته فحسب وخريطة لألدورادو. مدينة الذهب؟ إنها أسطورة، ولكنها تمثال، تمثال ملعون. مستحيل، حقا؟ نعم حقا، سأعود لذلك. ألدورادو هذه قصة اللعبة الأولى كما أذكر. شمبالا قصة الثانية، و مدينة الربع الخالي كانت في الجزء الثالث، والليبرتاليا في الجزء الرابع. هذه نهاية قصة أنشارتد، نهاية اللص. صفقة 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 لأفضل لعبة في سلسلة أنشارتد، وعشرة على عشرة مني. فأخيرا خلصنا سلسلة تختيم أنشارتد الجزء الرابع، وأتمنى أن اللعبة عجبت، تختيم اللعبة عجبتكم زي ما اللعبة عجبتني، وإن شاء الله ناوي أني أكمل وألعب الجزء الأخير اللي هو The Last Legacy، اللي يعتبر جزء جانبي من قصة أنشارتد. فأتمنى أن الحلقة عجبتكم والقصة كاملة عجبتكم. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك، وأنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات أول ما تنزل، وإن شاء الله بأشوفكم في سلسلة التختيم الجاية. مع السلامة.